في قمة الجولة الثانية والعشرون من الدوري الموريتاني لكرة القدم، فاز في مدينة نواديبو أفسي تفرق سينا على مضيفه أفسي نواديبو بهدف دون رد. حمل توقيع عبد الله سيلا جاي في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول، وبهذا الفوز انفرد تفرق سينا بصدارة الدوري الموريتاني، فيما بقي النادي البرتغالي في المركز الثاني. ويملك المتصدر مباراة مؤجلة. يذكر أن الناديين تأهلا أيضا إلى الدوري قبل نهائي من كأس رئيس الجمهورية.